دكتور عبد العزيز السبيعي الامين عام جائزه ملك فيصل. دكتور 44 سنه للجائزه، كرمت 282 فائز من 44 جنسيه، تاريخ مشرف للجائزه، كيف تعلقون على هذه المسيره المشرفه؟ اولا نحمد الله ونشكره على ما حبان الله من نعمة في هذا البلد الكريم الحقيقة. جائزة الملك فيصل كما تعرف الحقيقة هي أنشئت في ذكرى الملك فيصل، والملك فيصل كان يحرص ويركز على موضوع العلم والتعليم وتكريم العلماء، ولذلك أول إن صح التعبير منتجات مؤسسة الملك فيصل الخيرية هي جائزة الملك فيصل، إضافة للشقيقات الأربع الأخرى: مركز الملك فيصل لبحوث الدراسات الإسلامية، جامعة الفيصل، مدارس الملك فيصل، وجامعة عفت، وكلها تسير ضمن إطار حق العلم والتعليم. جائزة الملك فيصل كما أشرت قبل قليل أنها عبر تاريخها كرمت هذا العدد الكبير من العلماء من مختلف الأقطار ومن مختلف الجنسيات. الجديد خلال السنوات الأخيرة هو نحن لاحظنا أن كبريات الجامعات في العالم تحرص على ترشيح أساتذتها لأن يفوزوا بالجائزة. لعلك لاحظت هذا العام مثلا أحد الفائز بالطب هو من جامعة هارفارد، أحيانا من كامبريدج، أحيانا من ستانفورد، أحيانا من ييل، أحيانا هذا العام عندنا من جورج تاون، عندنا من كولومبيا إلى آخره. فهذه الجامعات الواقع أصبحت تنظر لجائزة الملك فيصل على أنها قيمة مضافة لهؤلاء العلماء والأساتذة لمن يحصل على هذه الجائزة، وهذا بالنسبة لنا يمثل ليس فقط شرفا كبيرا لكنه يمثل مسؤولية كبرى الحقيقة في أن نحرص على المزيد من الدقة في اختيار المحكمين وفي اختيار هؤلاء المستشارين الذين يقومون بتحكيم الجائزة في مراحلها الأربع: مرحلة الخبراء ومرحلة التحكيم ثم مرحلة الاختيار عندئذ. وفي كل عام يتجدد هؤلاء العلماء، وبالتالي أصبح للجائزة ليس فقط من المساندين وإنما أصبحوا أعضاء من جائزة الملك فيصل، ينشرون أخبارها ودقة أعمالها، وهذا جعل سمعة الملك فيصل ولله الحمد أو سمعة جائزة الملك فيصل ذات سمعة تقديرية كبرى في المراكز البحثية العالمية. أخيراً دكتور، الجائزة نجحت في رغم ظروف جائحة كورونا في إقامة المسابقة، في إقامة تكريم الفائزين، يعني تغلبت على صعوبة التحديات في هذا المجال. الحمد لله العمل لم يتوقف. الشيء الوحيد فقط الذي اضطررنا له بسبب ظروف كورونا أننا جعلنا حفل عامين 2021 بحفل واحد، هذا هو فقط التغيير الوحيد، أما باقي الأمور سارت الأمور كما هي، في حين أن بعض الجوائز توقفت خلال هذه الجائحة. أما نحن ولله الحمد بتوفيق من الله وبتوجيه صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل رئيس هيئة الجائزة، كل الأمور سارت بتوفيق الله على خطها المعتاد السنوي باستثناء هذا الحفل. ما في نية لزيارة دكتور الفروع الجائزة؟ حتى الآن لا نشعر أننا لدينا أي فكرة لمسألة التجديد، بحثت من قبل الحقيقة، لكن حتى هذه اللحظة ارتأينا أنها أصبحت جائزة راسية منذ 46 سنة من حيث التأسيس. كما تعرف هي تأسست سنة 1977 ثم منحت لأول مرة 1979، ولذلك نحن في الدورة الرابعة والأربعين. هذه الموضوعات الخمس: خدمة الإسلام، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية والأدب والطب والعلوم، بطبيعتها بعض هذه الموضوعات هي متجددة. حينما نقول الدراسات الإسلامية عاما في التاريخ وعاما في الجغرافيا وعام آخر في الفقه وعام آخر في المخطوطات وهكذا، فهي في حالة تجدد. الطب في كل عام لدينا موضوع جديد نقدمه، اللغة العربية أيضا موضوع مختلف الحقيقة، فهذا يجعل جائزة الملك فيصل الحقيقة ليست رتيبة من حيث نوع الجوائز، وإنما التعدد والتنوع في الموضوعات يجعلها في حالة حراك دائم وتجديد دائم، وعلماء كثر يأتون في كل عام. شكرا جزيلا، الله يرضى عليك، يا مرحبتين.